جزاكم الله خيرا. إذا مات شخص وترك بنتا وزوجة وأما وأب، وكانت زوجته حاملا ثم وضعت بعد أشهر ولدا ذكر، فهل يكون الميراث لولده أم يقسم على أقربائه بناء على أنه حين وفاة أبيه لم يولد بعد؟ إذا مات شخص وترك بنتا وزوجة وأما وأبا، وكانت زوجته حاملة ثم وضعت بعد أشهر ولدا ذكر، فهل يكون الميراث لولده أم يقسم على أقربائه بناء على أنه حين وفاة أبيه لم يولد بعد؟ الميراث لزوجها الثمن على كل حال، نعم، وللأم السدس على كل حال، نعم، وللأب السدس. طيب، والحمل والبنت لهم الباقي. الحمل والبنت، الحمل والبنت الموجودة، نعم، لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين إذا ولد ذكرا، وإن ولد أنثى فإنها تكون مع أختها لهما الثلثان، تكون مع أختها لهما الثلثان، إن كان ذكرا فله مع أخته الباقي بعد نصيب الزوجة والأبوين الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان أنثى فإنها تكون مع أختها لهما الثلثان من مال أبيهما، إضافة إلى فرض الزوجة وفرض الأب وفرض الأم. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا تنصحون شيخ صالح بقسمة التركة والمتوفى عنها حامل، أو ينتظرون حتى تتم الولادة وتقسم التركة؟ الأولى والأفضل أن ينتظروا حتى يولد الحمل. طيب، ويعرف حاله. طيب، لتكون القسمة مرة واحدة. طيب، فإن أصروا وطالبوا بالقسمة، نعم، فإنها تقسم على التقدير والاحتياط، فيجعل للحمل 6 تقادير، ويعمل جامعة للمسائل الست، ويوقف الباقي، يعطى كل واحد من الورثة الأقل مما يناله من هذه التقادير، يعطى الأقل مما يناله من هذه التقادير والباقي يوقف حتى يعرف حال الحمل.